يعني يا محمد لا وش وش طالع طالع متغسلين وش موكو شباب كابتن حبيبي كابتن برنامج والدنيا وبتحجون حتى هنا اي يعني ناس سوالف اكيد يعني غير زوجتين سوالف وياه تسولف وياه اوف انا اليوم متحلف عليهم ضيوفي مختلفين حيل مختلفين كناريات اثنين يغردون 24 ساعة ساقمين سقم على السوشيال ميديا مسوين الحياة الزوجية قمرة وربيعة لك هي صدق قمرة وربيعة يمهم قمرة وربيعة كابتن محمد الآلوسي الرائع ومدامته السيدة طيبة نورتونا الله يخليك يا مرحبا بك حبيبي كابتن اولا شكرا جزيلا جيتكم عفوا احنا نشكركم يعني اكيد ويما حبيبي شلون يما حبيبي صارت هاي بس صارت كل الناس تقول يما حبيبي تدرون انتم جالطين الناس على السوشيال ميديا لا محمد النسوان كلهم يحبوه بس انا الجالطه الناس النسوان تكرهك بس الزلم تكره مو صحيح هاي صدق تحكي اي والله عركادي شوف ايش دا يسوي شوف المعرف شنو عركادي تتابعون هذا الموضوع؟ والله يشوف كابتن هو احنا طبعا اكيد نتابع الموضوع بس هو احنا عندنا رساله بيها يعني احنا لانه تشوف هي الفكره اصلا طلعت احنا تدري اختلاط طبعا عوائل وما ادري ايش واصدقاء وغيرها فشفنا كذا عائله يعني تعامل الرجل ويا المراه مو حلو حقيقه جاف حاد فد امور ما حلوه يعني مرات تصادفنا بالشارع يعني شايفهم يمكن تمشي وايف مرته يعني شايل الجهال والعلاج يعني وفوق كل هذا معصب وقال يا اخي لا تطلعها العادي اذا انت هيجي والله طلعها افضل ليش تعملهم اللي بالبيت اي يعني فمنها تمحورت عندنا فكره بانه ننزلون على السوشيال ميديا فهي غايتنا كانت اولا قبل كل شيء عندك من شلنا نطلع للخارج هم نشوف ناس يعني يتعجب انتم عراقيين حقيقه يعني عراقيين ليش فردا نشوف للعالم العربي بانه لا الانسان العراقي لا انسان لطيف الرجل العراقي رجل عراقي انسان جميل جدا بنفس الوقت ردنا يعني نشوف الرجل داخل البلد بانه لا تعاملك ويا زوجتك يعني انت اول ما اخذتها من اهلها وعدت اهلها بانه تكون انت رجل تدللها يعني تصونها تدللها راح ادللها اكثر مما بيت اهلها فاما تكون رجل بمعنى الكلمه وتصدق بكلامك وتقوم بيها او لا تاخذها اوف زين ست طيبه مدلله انت بيت استاذ محمد اكثر من بيت اهلك؟ هوايه ما تريد انت تطين بي قدام الناس لا والله هوايه زين احنا نريد نعرف يعني هذا زوج الكناريات القصه شلون بدت؟ والله ما تصدق خليها تحكي لك افضل شلون بدت؟ يعني القصة بدأت برفض بالبداية يعني هو تقدم كابتن محمد قلت له لا مو طموحي لا دمرتني ليش؟ هو شفته كلش يعني متفائل عكس شخصيتي تماما يعني أنا يعني مو هيجي أشوفه دائما يعني أول يعني بالبداية من جاء بيت أهلي ويسولف ويا أبويا وأنا شنت داباوع يعني شفته كلش سهل يعني كل شيء عنده أبويا يسأله هو يجاوبه فأنا صفنت قلت لا هذا يعني حسيت بي يعني تصنع يمثل تمثيل إيه حسيت بي تمثيل حقيقة ف يعني بصراحة ما كان طموحي وشو رضيتي والله أمي هي تحياتي إلها يعني عمتي حقيقة وقفت وياي حيل هي مو عمتي طبعا لا يعني بس عمتي يعني زوجتك اي انا حقيقه لا اعرفها ولا تعرفني عندي احد اقاربي ابن عمي تحياتي له حكم زوجته تصير بتعمتها فقلت يعني سطيبه غريبه عنك اي غريبه بالكامل يعني ما يعني هي حفيده شعر عبد الوهاب البياتي اها على الراس اي الراس حفيدته يعني جدا لح اي فاني الوسي احنا سادق يعني مختلفين يعني طبعا يعني المهم فسبحان الله قالت لي هيك وهيك وبتعمتك اقول لك اريدها شنو قلت له اريدها هي هاي البنيه اللي ادور عليها انت لا شايف ولا ما شايفها وقبلها طبعا هسه تقتلني
انا قبل هي يمكن 20 30 وحده جايبيلي هذه 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 شوف تباوع اي اشوف اقول لا 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 الله يخليك يعني نهائيا ما اريد شوف ماري سبحان الله القسمه اي فاصريت ايام الخطوبه اخ ايام الخطوبه دمرتني حقيقه كانت كلها اختبار من سيء الى أسوأ يعني دمرتني بمعنى الكلمه ردت هزمه اي اي بس ما صارت اي بعد هي تراهنت ويا امها بوقتها بانه شلون عجيب يعني هذه القصه ترى كل شيء اي اي تراهنت ويا امها والله العظيم شلون تراهنت ويا امها قلت لها انت اذا هي اول ما شافته حبته كلش قالت انت كآبه وهو يعني سرقوا ميكس بالبيت الخاطر أيه الله أيه قالت يكسر عليك فاني حبيته حسيته صادق امي فاني قلت لها لا انا ما حسيته صادق فقلت لها اوكي تزوجي زين بس ثلاث شراب قويه اذا شفته مو زين ارجع لك الموضوع يعني اي 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 قالت لها ثلاث شهور زين ثلاث شهور قد استمرت الثلاث شهور راح تصير 19 سنه يوم 29 1 ان شاء الله تصير 19 سنه شوف انا خطبتها شفتها يوم 26 انا حافظ التواريخ بالضبط الساعه 9 بالليل 9 وربع بالليل طبيت لها كان يوم مطر زين 26 12 الساعه 9 ونص بالليل 9 وربع 9 ونص ترى تجلط انت اي والله يوم 29 12 خطبتها زين يوم 29 1 تزوجنا البنات ايش قد يكرهنك على السوشيال ميديا كلش زين انا اليوم بدي اسوي لكم اختبار اه اوكي تمام وراح تبين انه واحد يحب الثانيه او لا حلوين لا العفو لا العفو يصير قدامكم هي الشكل بالضبط راح اسال اسئله زين هي له هو تأشرين علي إذا هو أوكي. وإذا هي تأشر عليها تمام؟ تمام أوكي. أنا اليوم أريد أسوي مشكلة يعني بركي تطلعوا من يمي وعندهم مشكلة تعال صالح وجيب الليف ود الناس لا قلت لها البصمة مال السيارة يم الولد أخذيها أنت رجعي بالسيارة وأنا أرجع تكسر لا إحنا رجعك صدق وردك طبعا بخير من يحب الثاني أكثر؟ أنا ها وموافقه اي وانت صادق بالموضوع طبعا عادي اكيد اكيد من يقول اسف اكثر هماني يعني انت تسوي مشاكل اكثر لا مو شرط هو انا عندي مبدا لا تدري شو يغلط اكثر يلا انا ما يخالف بدت السالفه ها راح تكبر لا 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 غلطت اكثر شلون يعني شلون يعني ما اعرف انت قول لي لا باوع تدري شنو انا عندي مبدا بيتي مال اخليه يوم كامل يمر علي هو بكآبه ويصبح علي صبح ويظل كآبه للعصر لا هذا الموضوع جدا صعب عليه اذا كنت انا خطأان هي الخطأانه افضل بانه انا اصالحها لا يعني لا, لا على كيفك ترى انا هم اعتذر اي لا لا هي تجيني تعتذر ابو عبد الله لا لا انت انا صالح عادي زين من يسوي مفاجآت للثاني اكثر لا بس شوفك الطبخ الزين وال... لا انا ما اطبخ زين يعني عندي وحده هي تطبخ اي بس انت هم لمساتك الملح شوي هي اللي انا علمتها انا علمتها اي يعني لان عمل ايش ما يخليش ممكن اي اي ب 8 بالليل انا يلا ارجع اي يعني عمل فهو يسوي مفاجآت اكثر اكثر زين منو يغار اكثر اماني لا غارين من التعليقات على السوشيال ميديا لا مو اعرف يعني عالم افتراضي هذا بس لا بالحقيقه صار موقف هوايه سولفي لنا ما عندنا شغله لا احكي الموقف مال الحديقه انا كنت مدير المنتزه مال مدير المنتزه اوكي زين يعني في يعني احد السنين زين كذا سنه بزيونه يعني انا مدير المنتزه زين ف تحكي لهم انت فجت علي قرايبي فقالت لي شفت محمد دا يدفع طفل بالمرجوحه وياه بنيه دا يسولف وياها فاني بس والله طبابه الخير هاي كلش هي كلش مقربه هاي البنيه كلش اي فاني راسا لبست ملابسي وركضت هو المنتزه قريب علي على بيتنا اوكي فركضت دا يعني دا اريد اشوفه
فبعدين باوعت اللي دا يدفعه هو ابن اختي واللي دا يسولف هي ما شايفتهم، شايفه الظهر مالتهم ما منتبه انه هي هاي اختي. ويركز وياها زين، هي عزيزه كلش قريبه قريبه إيه؟ عليك اي إيه قريبه علي. ها اي طلع الموضوع ظلمتي للرجال، ظلمتي للرجال. زين احنا نروح لفقره ثانيه اسمها سؤال وعقاب. أوكي. نترك ذني الاسهم على صفحه على مود سؤال وعقاب. راح نسالك سؤال دير ونعاقبك اذا ما جاوبت. يلا اوكي تصريح ان شاء الله جدا. شوف حتى اكون واقعي وياك اكو ايه؟ امور على مود ما اسال السؤال الاول. لا 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 بالعكس اسال. اوكي ماكو مشكله زين. بس اذا الامر ما راح يصب بمصلحه المتابعين او بالاحرى المجتمع اللي عندنا احتمال اقول لك لا تعذر ما يعني ما راح يفيدهم شيء. زين لا لا هي أوكي. اسئله ممكن شويه تكون خاصه. لا لا اوكي. انطيني اول اسم بنيه حبيتها. اول اسم اول بنيه حبيتها راح يقول. لا لا اوكي طبعا اكيد بالجامعه او شيء. لا 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 مو بالجامعه احكي لك اني يمكن كنت طفوله يعني ايام الطفوله والهذا بس اسم لا تطين اسم ابوها. لا لا ابو بس اسمها بس خلي اتذكر الاسم. طلعت ما حبيت هذايك. اي لا 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 تعرفين يعني صف ثاني متوسط يمكن هيك شيء اني يعني ما قايل لك على هذا الموضوع. لا يقول لا لا احكي قول عندي تجارب هوايه كان عندي أنعام. تجارب انعام انعام اي انعام اتذكر هيك بس اسم معلمه انعام مو ايوه تدري شنو يعني انا اصلا كنت طالب بالغربيه اذا تذكرون الغربيه المدرسه الغربيه المتوسطه يعني هيك شيء كيوت وهذا زين. السؤال الثاني يقول شنو الشيء اللي بصوت طيبه ما حلو وتحب انه تغيره او تقولها غيريه إذا يتغير بعد يكتمل الحلو. كل المشكلة بالموضوع يعني والله أمانة الله أنت قلت لي أنا ما أقصد الشكل لأن يعني ما شاء الله لا 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 أعوذ بالله من الفخ أكيد يعني بس ممكن بالتصرف هدية ربي إلي الحمد لله تكون أو المشكلة هنا لأنه هدية ربي مستحيل تكون بها فد شيء يعني لا بس عندك شغلة فاللي يحب مو المشكلة أنه اللي يحب ما يقدر يشوف فد خطأ يعني عندك شغلة دائما تقول يا ريت لو تغيريها. إي شنو هي؟ نريد نعرفها. عصبية عصبية إي إي بس هي اعصاب بس هذا الموضوع اني احاول ابرد الموضوع. اني بالمناسبه اني مو بارد لا بس تدري شنو الناس اللي احبهم احب يعني هذا بقوالب ثلج على نفسي وما بينها واكتمها يعني هو هيك هذا طبعي. زين السؤال الثالث شخصيه هي تعرفها يعني قرايبها زين انت ما تحبها من صديقاتها اقربائها انت تختنق من عندها. ما عندي هيك شيء بالعكس انا اصلا احب الخطار واحب يعني انا اصلا اجتماعي جدا يعني يوم ما راح اسوي بيناتكم مشكله ما تصور صعب صدق صعب بعدهاكم هاي اقلام وصبورات تمام تمام كل واحد عنده قلم وصبوره مشاريبي اخذوا القلم اوكي تمام فتحه هذا القلم على مود تكتب تمام اوكي حلوين. لازم انت ما تشوف هي ايش تكتب اي عافيه بالضبط امتحان وهي بالضبط كذلك ايضا اي راح اسال اسئله زين مثلا اللون المفضل مثلا زين هي راح تكتب لونك اي وانت راح تكتب لونها اوكي وتكشفوا لي الصبورات اوكي قبل بالبدايه اسالكم انه ايش كتبت او لونها شنو اي وبعدين هي ايضا اسئله وتكشفون الصبورات ونشوف يا. منو أوكي. اللي ضبط وياه حلو. الموضوع حلو. تمام تمام راح نقول اللون المفضل بتحرقونه لي فس الطيبه راح تكتب اللون المفضل لمحمد شنو أي. ومحمد راح يكتب اللون المفضل لطيبه شنو أي. تمام لا بس راح نسال استاذ محمد اي نسألك إنه شنو لونك المفضل؟ ها أني الأسود 10/10 وأنتي شنو لون المفضل؟ أني عندي هواية لون ما عندي لون مفضل بس أكثر شيء الأبيض. بينك على الكاميرا كتب بينك وأبيض لا متفاهمين نخش على السؤال الثاني. أوكي نمسح هاي نمسح تمام زين دا
دون انا لازم اسوي لهم مشكله. يلا يلا توكل. شنو الطرقعه هاي؟ ادبلهم عزيزه بالبيت. المطرب المفضل او الاغنيه المفضله؟ المطرب المفضل والاغنيه المفضله. اوكي. او الاغنيه؟ اه اله هو؟ اي اي هو اله. انا مشكله راح انا يعني اي لازم يعني تمام وانت تكتب اغنيتها المفضله شنو؟ او مطربها المفضل منو؟ اي لانه تدري شنو هوايه يعني تسمع اغاني هواي او مطربين هواي تحبهم؟ لا هي انا بالنسبه لي لازم تسالها لها يلا انا اقول لك زين كتبتي؟ اي كتبنا شنو جريده كتبت انت؟ لا 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 تمام شنو مطربك المفضل اسمه؟ حسين الجسمي. هو كتب حسين وكاظم. اي كاظم وي بس انت مطربك المفضل او اغنيتك المفضله؟ انا هي راح تطلع كاني اجنبي. شنو؟ اغاني الاجنبيه يعني. اجنبي بصوره عامه. كل الاغاني الاجنبيه العربي يعني يعني احبهم اسمه حيل يعني لطيفه. اي يعني اسمعهم مره. اقول لك ذولا شنو باقيين الاسئله السؤال اللي بعده. يلا اوكي. اقرب صديق واقرب صديقه. الطيبه راح تكتب اقرب صديق لك منو؟ اي اوكي. وانت تكتب اقرب صديقه الطيبه منو؟ الطيبه نبلش وياك اقرب صديق كتبتي؟ اي استاذ محمد منو اقرب صديق؟ انا لك علي حسن. منو اقرب صديقه؟ رؤى. هاي شنو؟ لا عمي راح بضع في رقبتك لانه احنا جدد بعدنا متزوجين يعني 19 سنه صرنا هذا الخشب دقيته مره ثانيه زين اكثر مكان يحب يروح له تحبين تروحي له يعني اذا كان ببغداد او خارج بغداد يعني ببغداد اي ممكن كيف ببغداد كيفكم بغداد او خارج المكان اللي انت تحبيه كتبت هو ما عندنا مكان بصراحه حتى لو بخارج بغداد مو كيف المكان هو اللي احب دائما اروح إيه يعني يحب يروح له يقعد به مو احنا إيه دائما سوى نروح بمكان سوى ما توأم سيامي انتو لا لحظه لحظه زين المكان اللي انت تحبيه مو تحبين تقعدين اي يلا خلينا نسهل اي خارج او بالداخل يعني تمام تمام اي هنا اي تمام اتركها سالفه لا اوكي العفو نعرف هسه بالبداية المكان اللي أنت تحبين تروحي له وين؟ نادي. النادي قلوب لنا أنت إيش كتبت؟ أنا كتبت البحر لأنه قصدي برا بالخارج. لا. أي وأنا جيت على الخارج. الحمد لله والشكر. لقينا ثغرة. أي لا هي تحب البحر بشكل مو طبيعي. لأن هاد. يعني أي تحب يعني بحيث بنطلع لتركيا يعني أو مثلاً أقولها الفلام مصر لا تركيا أفضل البحر أحلى هناك. بس مصر هم بيها بحر هم بيها بحر بس هي كلش تحب هناك خصوصا اوقف علانيا كذا قالتها بعد تمام انت المكان اللي تحب تروحه والله النادي يعني او اي مكان هي بي الامانه يعني النادي اي النادي لا طلعت تفهمك اكثر أي. لا مو انا قصدت على الخارج الاخيره أي. بما انه ثابرين بالاكل 24 ساعه على أي. السوشيال ميديا انتم فالاكله المفضله لكل واحد منكم كتبون اوكي الها هي محمد كل الاكل يحبه يعني لازم اكو وحده ابد ما عندي زين وهو شو يحب خلينا كلها كتبي كلها كلها وانت طيتيها سغششتي والله كلها انا مو صدق انا اني فعلا لو قالت قلت لك يا اخي ما اعرف لا ما عنده شيء محدد زين انت شنو الاكله دولمه كتب دولمه للاسف فشلت فشلت انتوا وين تبدون توصلون بالموضوع اللي دا تقدموا على السوشيال ميديا والله اريد اوصل للامانه انا وهي طبعا هدفنا انا وحبيبتي بين اشوف الناس كلها سعداء امانه الله يعني اريد اباوع ما القى هاي المشاكل المحلوه كلش المشاكل اللي تدري شنو خلينا نكون واقعيين انت اذا كنت مرتاح ببيتك راح تبدع بعملك وراح تريحني اني من اجيك كمواطن اريد اطلب على اي موظف باي دائره
او اي رب عمل يعني أي رب ابو عمل. محل حتى لو ابو محل ابو تاكسي تصعد ويا قلب خلقت هيك حبيبي ايش فيك اسكت البيت دمرني صح صح رايح اطب على موظفين على ما ادري شنو على هاي العفو ست بس مرخص اقول لك انت دقيقه انت لا تاكلنا بلسانك مو تنوبات البيت هو ضيم مو شلون نسوي ضيم هسه احنا حكينا بيها كافي هي تركيبتها هي تطوع لانه هي تريد تقتنص صح يعني هي صح. هو باوع هو هذا بدنا نحكي بيه احنا لازم اذا هي مو يعني هي مو زينه حشان تكاملي اذا هي عصبيه انت ابرد شويه برد روحك اوكي شويه انتظر على نفسك لا راسا تجاوبها لا راسا تقلبها مشكله انت نفس الحاله شفتي عصبي هو يعني اقول لك انا يعني كذا مره انا جاي عصبي مو صحيح او ضايج او ما ادري شنو اخر مره عندي تدري انا يعني اكو شغلات هواي اشتغلها مره من المرات عندي مشكله صارت بسياره يعني بصراحه يعني كل الاحترام بس مع الاسف هذا الغش المحل وكلش وثقت بيك وظلت يمي كذا شهر وبعدين تطلع السياره غير مهم فحقيقه عصبت يعني ضربه كانت همينه مو قليله يعني كذا الف دولار ويعني فجيت حقيقه ضايج وصافن وروحي طافره قلت لحبيبي ايش فيك والله هيك وهيك صدق تحكي يعني فدوه حبيبتي احنا وضعنا هاي الايام فعلا كنت همينا داخلين بمشاريع وهذا امتصت الغضب والله العظيم ثاني يوم رحت حليت المشكله بكل سلاسه بمعنى ادق انه لا تصيروا اثنيناتكم مخابين صح لازم واحد خليه يعقل واحد ممكن يسيطر على الامور انت ابرد لازم بالضبط انتوا اليوم حيل نورتوني وأنا كل السعيد بشوفتكم احنا سعيدين للاسف اللقاء خلاص بسرعه تنتهي انه يطول على مدى دردش وياكم اكثر شكرا جزيلا يا ربي دائما يدوم هاي الموده بيناتكم امين وهذا الحب بيناتكم وتكونوا نموذج لاولادكم للناس اللي تحبوهم ان شاء الله شكرا كابتن شكرا حبيبي كابتن شكرا جزيلا شكرا مشاهدينا الكرام نلقاكم بحلقه مقبله دمتم ومع السلامه